حياكم الله من جديد. حذر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل. وأكد الصندوق أن التعامل مع الحسابات الوهمية يصنف ضمن تقديم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل، مما يترتب عليه تطبيق النظام على من تثبت عليه هذه المخالفة. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة وهو بحالة غير طبيعية، بالإضافة إلى القبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.